السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طاقيت؟ عاملين ايه؟ معانا نعمل بتنجان المخلل او البتنجان المتبل بطريقة سهلة وهقول لك تكاته. بنشيل عن قدر الاخضر بايدنا كده، مادام طازه هينشال معاكي بسهوله جدا. حاولي ان البتنجان بتاعك يكون مكبب وتخين عشان يبقى ملحم وحلو، ما بنفتحوش من جنب ولا اي حاجه. تقدري تعملي الاسمر او المخضب اللي هو البنفسجي او الابيض زي ما انت عايزه. معانا ميه عاديه من الحنفيه خالص، هنحط فيها بنجرايه ومعلقتين ملح ومعلقه يعني نص معلقه سكر كده، عايزين طعم حلو فيه يبقى طعمه جميل قوي. والميه دي من الحنفيه عادي خالص زي ما انت شايفه. ادي كده معلقتين ملح ومعلقه سكر، وبندوب بس الملح والسكر. هنحط البتنجان بتاعنا، البتنجان بتاعنا زي ما انت شايفه مقلبص وحلو كده عشان يبقى ملحم وجميل. الميه بتاعتنا طبعا البتنجان بيقب كده كده فوق، فلازم وما تكتريش الميه، خلي بالك تكتر الميه ده. تكتير الميه، الميه دي بنستخدمها في التتبيله، فعايزين طعم البتنجان بينزل فيها ولونه، فخلي بالك ما بنكترش الميه بزياده قوي على حسب كميه الايه البتنجان بتاعك. طلعنا بيها على النار، نار حاميه مش نار متوسطه، مش هيشرب مننا ميه لاننا ما فتحناهوش من الجنب. بتنزليه بالمعلقه او تحطي عليه حله من فوق، حله ستلس او حله المونيا او طبق خزف صيني اهو، عشان البتنجان بيقب من فوق. ما تنفعش تسيب البتنجان وتمشي كده، لازم تنزليه في الميه وتديله تقليب. احنا التسويه بتاعتنا ليه بتقعد مثلا دقيقتين ثلاثه على نار حاميه مع التقليب. ليه؟ احنا عايزين يستوي ثلاث ارباع تسويه مش تسويه كامله. بتتكي عليه كده بتلاقيه طري وواحد. شوفي الميه، البنجر اصلا لونه جميل قوي. هنعمل مع بعض تتبيله جميله للتخسيس، فتح شهيه. بمعنى ايه؟ انت ممكن كواحده بتعمل جيم تقدري تاكليه وبامن خالص ويخسسك. لو مثلا عندك اطفال ضعاف تقدر تقدمه لهم على الوجبه الاساسيه، هيفتح نفسهم. والبتنجان مليان الياف وزيوت ما شاء الله، مفيد جدا ومليان حديد. بعد ما طلع معانا وبرد معانا، شوفي بسم الله ما شاء الله ملحم، وكل واحده ماسكه نفسها. لو انتي كنت جايباها رفيع قوي كان هيبقى مصفط كده ويتبقى معاك القشره بس. والخلطه بتاعتنا هنا ديت كزبره او بقدونس. الكزبره بيبقى طعمها حلو، وفلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل حامي، ومعانا ثوم. زي ما انت شايفه كده تقدري الفلفل طبعا الحامي بيديكي طعم حلو. طب لو عندي فلفل اخضر وفلفل احمر تقدري تضيفي شويه شطه، وطبعا البابريكا تديكي ايه لون وهم وخيال. شوف اما فتحناه شوفي لونه من جوه طبيعي خالص زي ما هو. ليه بقى لونه ليه كده؟ لان ما فتحناهوش من الجنب وما شربش ميه وما انهرش مننا اهو. دي الميه اللي سلقنا فيها، خلي بالك وحاولي ما تكتريش الميه قوي قوي قوي، يعني يا دوبك نحط فيها البتنجان عشان احنا بناخدها نحط فيها التتبيل، وطعم البتنجان كله بينزل فيها قيمته الغذائيه ونكهته. في كيكه هي لو عايزاها. دي كزبره وبقدونس وفلفل احمر اللي بتاعنا العادي اللي احنا عاملينه ده، والفلفل الاخضر والثوم. الفلفل الاحمر عاملينه على القناه، شوفيها يعجبك جدا. بتحطي في الكبه في الخلاط بتاعك حاجه تنعم حلو اهو. وده شطه، فلفل شطه. ما عندكيش فلفل شطه حط شطه ناشف، بس الصراحه بيديكي طعم حلو. كزبره او بقدونس، والاحسن كزبره لان الكزبره بتدي طعم حلو قوي قوي قوي. وراس توم كده مثلا. اللي احنا بنحطه ده شويه ميه صغيرين، ومعاهم ربع كوبايه خل. بتدوقي الخل بقى مثلا ربع كوبايه خل، ونعصر ليمون دلوقتي. وعايزه تنفرم ده ناعم، هنحط معلقه ملح عشان تظبط الطعم وعشان تساعد ان ده ينفرد معانا ناعم. الليمون بقى سيد التتبيله، ده هو الخل، هو والخل. هنحط 3 4 ليمونات ولا حاجه كده.
عصير الليمون، انا ما بحطوش بقشره عشان ما ارجعش اشيل القشر تاني ولا يمرر ولا اي حاجه، بعصره عادي خالص كده. ده ملح، البهارات بتاعتك شوية كزبرة شوية فلفل شوية كمون اسود، هما دول اساس التتبيلة. شوف البابريكا جميلة ازاي، البابريكا عبارة عن فلفل احمر مدخن، الصراحة بتبقى جميلة، بتدي لون حلو وطعم حلو وتدخينة جميلة جميلة. طبعا في انواع كتيرة من البابريكا في السوق، خلي بالك في مغشوش وفي مضروب وفيها اصل وجميل. الخلطه بتاعتنا طلعت اهي، بتدوقيها بقى، ناقصه ملح حطي، خلي بالك البتنجان كنا مملحينه في ميه، ناقصه ملح حطي، ناقصه شويه خل وليمون حطي برضه. وبتتوصي بالثوم، جميله خالص. احنا دقناها لانها ناقصه شويه ملح فحطينا ملح. احنا بنظبط الطعم زي ما انت عايزه، وبتحبي الليمون مزز فتدوقي الليمون. شوفي بقى بقيه التتبيله ديت، هنحط فيها شويه ميه، ايوه، من مكان البتنجان، سلق البتنجان. اصلا التتبيله ديت كلها هنحطها في الشفشق بتاع ميه سلق البتنجان. تدوقي التتبيله بتاعتك بقى، عايزه ليمون زياده حطي، بتاخد ليمون كتير، عايزه اخلي زياده احط. شفتي بقى بنحط بسم الله ما شاء الله اهي، ومن غير طماطم ومن غير اي حاجه، لان لقيت في ناس بتسبك لها وبتحط لها، بتسبكي لها ازاي؟ حطيتي انت حشيتي التتبيله بتاعتك اهي، بتعينيها في الفريزر لانها زياده، مثلا تقدري تحطها على الاكل، تحطها على بتنجان تاني، ورشنا رشه ليمون جميله كده برضو. وايش الليمون ده انا بعمله في خلطه بالبيكربونات وبالخل، بلمع بيه البوتاجاز وبلمع بيه الحاجات كلها. ميه سلق الباذنجان حطينا فيه، لو تفتكروا حطينا فيه كمان معلقتين من الخلطه ديت، وكنا مصمصين بيه الشفشق. وكمان